وجود الاحتلال بحد ذاته هو انتهاك ولكن ما, ما رصدناه من ممارسه حديثا يعني قام بها قطعان المستوطنين هو بالمنطقه المغلقه ومقابل البؤره الاستيطانيه الجديده وايضا في مناطق اخرى القاء عدد من المصاحف في القمامه واحراق احد المصاحف وتمزيقه ايضا والقائه بجانب القمامه هناك وهذا يعني سابقه تجرح مشاعر كل المسلمين وتجرحنا في العمق بصراحة لأن هذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي ووصولهم إلى الدرك الأسفل من الانحطاط بهذه التصرفات المشينة تشير إلى يعني المستوطنين وقطعان المستوطنين وجنود الاحتلال يعني وصلوا إلى نقطة يعني أكثر من قذرة